كريم الجاردينو ده كاتشب عادي 310 جرام او ميلي، عامل 25 بدل من 28 عليه عرض، وفي منه فار نفس السعر. في جاردينو ده كاتشب سكر وحار 500 جرام، عامل 29 بدل من 34. ده العادي ده عامل كام؟ 500 جرام، عامل 29 بدل من 34. جاردينو ده اللي هو بتاع المطاعم ده 10 كيلو، عامل 395. وفي كاتشي 10 كيلو، عامل 524. في الدرة ال 10 كيلو، عامل 480. في ميرو ده كاتش حار 340 جرام، اللي هو العلبة المقلوبة 340 جرام، عامل 29. في كاتش 500 جرام، عامل كام؟ عامل 43. في روز جاردن 500 جرام، عامل 33. وفي بيكسي كام؟ ده 265 جرام، عامل 36. وفي اللي هو ديكسي كاتشب اطفال بالخضار ده 275 جرام، عامل 47. ده كده. في من شيفي ميكس كاتشب حار ده 400 و 340 جرام، عامل 26. والعادي برضو نفس السعر، حار وعادي نفس السعر. في من ابني اللي هي العلبة المقلوبة برضو دي ده كام؟ 245 جرام، عامل 23. ومن ايدي ال 410 جرام، عامل 37. في اكسلانت فوق عليه عرض سواء بارد او حار 500 جرام، عامل 30 بدل من 33. سواء بارد او حار. في الدرة كاتشب حار 750 جرام، عامل 55. وفي الدرة كاتشب حار 500 جرام، عامل 68 في النوع ده كده، لكن ده الدرة برضو بس عامل 750، عامل 55. ده حلو وحوض، حلو وحوض. في ده برضو عليه عرض هنا كده، ده كام؟ ده 900 جرام ومعاه علبة عبوة صغيرة 230 جرام حار. العرض مع بعضه عامل كام؟ عامل 94. يبقى ده 900 جرام بارد ومعاه 230 حار، عامل 94 من الدرة. في من الدرة فوق حجم 250 جرام، عامل 27 سواء حلو او حار. في الدرة كاتشب حار اسطوانة، في منه بارد وفي منه حار اسطوانة، على هيئة اسطوانة. ده 350 جرام، عامل كام؟ 29.5. هوي من جوهينا اللتر، عامل 26 بدل من 33. ما عدا المانجا، المانجا عامل 27 بدل من 34 في جوهينا. لأي نوع تاني عامل 26 بدل من 33 ما عدا المانجا. حتى البينا كولادا برضو عامل 26. في كمان ايه؟ في حجم بقى ال 225 مللي، عامل 5 جنيه وربع بدل من 6 جنيه. ده بخيره، اصل ده بخيره. لكن جهينة حجم ال 235 مللي، عامل 9 جنيه بدل من 11.25. اللي عامل 5 جنيه وربع ده بدل 6 جنيه، ده اللي هو بخيره. حجمه برضه 225 مللي، لكن جهينة 9 جنيه بدل من 11.25 بأنواعه. وده بخيره اللي بقول لكم عليه، 5 جنيه وربع أنواعه برضه. طب بخيره اللتر، عامل 21 بدل من 24.5، 21.5 بدل من 24.5 بأنواعه كلها. في المراعي اللتر، عامل 40 بدلا من 44.
في بيتشي اللتر عامل 26 بدلا من 33 و25 قرش. بيتشي حجم ال 235 مللي عامل 9.75 جنيه بدلا من 11.75. المراي قلنا عليه 40 بدلا من 44 للبيتشي. في بيتشي اللي هو البلس في منه توت عامل 225 مللي عامل 9.75 جنيه بدلا من 11.75، نفس السعر بقى. في بشاير اللتر عامل كام؟ بشاير عامل 25 بدل من 29 بانواعه كلها. حتى برضو المانجا والبرتقال برضو 25 انواع كلها. في تفاح، في خوخ، في كوكتيل، في جوافه. طب حجم ال 200 مللي من بشاير عامل 5 جنيه بدلا من 5.75 جنيه برضه بانواعه كلها. في اصلان، اصلان عامل كام؟ اصلان على طول ما بيبقاش عليه عروض. اصلان 200 مللي عامل 7.75 جنيه بانواعه، مفيش عليه عروض. مفيش ولا مره كنت تلاقي عليه عروض اصلا. في لامار اللتر عامل 29 بدلا من 34.5 الانواع كلها ما عدا المانجا عامل 30 بدلا من 35، لكن الانواع كلها عامل 29 بدلا من 34.5. في جهينه، ده جهينه البيور، ده بيور بيبقى خالي من السكر ومن مواد الحافظه بدون اضافه سكر او مواد حافظه. بيور عامل كام بقى؟ ده عامل اللتر عامل 43 بدلا من 52 بانواعه كلها. في منه حجم 235 مللي عامل 12.5 بدلا من 14.75 برضه بيور. ده شوف بقى في فراف، ده شربات فراوله مركز، ده 635 مللي عامل 60 بدلا من 70. ده الفراولة. وفي منه المانجا مركز، ده عامل كام؟ المانجا عاملة 57 بدلا من 67، 635 مللي. طب الورد، الورد عامل 60 بدلا من 70، يبقى الورد 60 بدلا من 70 مركز برضو. الورد المانجا 57 بدلا من 67، الفراولة 60. في منه شربات ليمون نعناع، ده كده شربات ليمون نعناع 635 مللي عامل 83 ومفيش عليه عرض. في منه فوق خروب، الخروب عامل 83. في تمر هندي عامل كام؟ عامل 83 برضو. يبقى التمر هنج او الخروب او قمر الجين، وفي منه قمر الجين كمان عامل 83، 635 مللي. فهمتوا؟ ده مركز الفواكه، مركز الفواكه ده 710 مللي عامل 155 اللي هو فهمتوا. في بشاير شربات نعناع ده 650 مللي عامل 90، وفي منه كركديه من شاركي، من شاركي ده كركديه طبيعي مركز 750 جرام عامل 65، وفي من بشاير قمر الدين 650 مللي عامل 79. الجست اللي تحت ده عامل كام؟ ده عامل 7.5 جنيه.